السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 3 أغسطس 2024. تابع معنا الفيديو للنهاية. أولا بالنسبة لأسعار اللحم، سعر كيلو الفراخ الأبيض 71 جنيه، سعر كيلو مهات الأبيض 64 جنيه، سعر كيلو فراخ الساسو 96 جنيه، سعر كيلو فراخ البلدي 101 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكي، سعر الكتكوت الأبيض من 24 جنيه 26 جنيه، سعر الكتكوت الساسو من 14 جنيه 16 جنيه، سعر الكتكوت البلدي من 7 جنيه 9 جنيه. بالنسبة لأسعار البيض، كرتونة البيض الأبيض 147 جنيه، كرتونة البيض الأحمر 145 جنيه، كرتونة البيض البلدي 152 جنيه. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.